مشروبات الطاقة أصبحت مشروبات الطاقة جزءا من الروتين اليومي أو شبه اليومي لعدد متزايد من الشباب، ليس في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فقط، ولكن حتى في دولنا العربية أصبحت هناك عادة اللجوء إلى مشروبات الطاقة عندما يشعر الشخص بنقص الطاقة أو تباطؤ الأداء. حتى أصبحنا نجد هذه المشروبات في الكثير من المتاجر جنبا إلى جنب مع المشروبات الغازية. مع تحول عدد كبير من الناس إلى مشروبات الطاقة، زادت مبيعاتها بنسبة كبيرة بلغت 5000% بين سنتي 1994 و2014. هذا الأمر جعل العديد من خبراء الصحة يشعرون بالقلق كون هذا الاختيار أكثر خطورة في نظرهم طبعا من القهوة أو مصادر الكافيين الأخرى، وخاصة بالنسبة للشباب والبالغين، على الرغم من أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 38 سنة هم أكبر مستهلكي مشروبات الطاقة في العالم، إلا أن حوالي ثلث المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما يستخدمون هذه المشروبات بشكل منتظم. أشارت الدراسات والتقارير إلى وجود صلة تبعث على القلق بين مشروبات الطاقة ومجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، خاصة مشاكل القلب لدى الشباب، سواء كانت ناتجة عن مادة الكافيين الموجودة في هذه المشروبات أو المكونات الأخرى أو نتيجة مزيج غير واضح داخلها. يأتي هذا مع العلم بأن الجرعات العالية من الكافيين وحدها يمكن أن تكون سامة. في السنوات القليلة الماضية، تعرض صبيان مراهقان على الأقل لأزمة قلبية بعد تناول مشروبات الطاقة، بينما أصيب اثنان آخران على الأقل بالرجفان الأذيني، وهو نوع من ضربات القلب غير المنتظمة، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر دفع عائلة أحد الأبناء الذي توفي منذ عامين إلى التقدم بطلب مشروع قانون لتقييد بيع هذه المشروبات للأطفال دون سن 18 عاما. التحذير واجب، فالآثار الحقيقية ما زالت غير معروفة لحد اليوم. يوصي الخبراء والأطباء الآباء بنصح أطفالهم تجنب هذه المنتجات، فالشباب بحاجة إلى توخي الحذر كذلك. يقول هولي بنجاما الأستاذ في جامعة شيكاغو ومؤلف مشارك في بيان السياسة الصادر عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إن المراكز الطبية تشعر بشدة أن هناك ما يبرر توخي الحذر عند تقديم المشورة للشباب والمراهقين ضد استخدام مشروبات الطاقة بانتظام. والتحذير يأتي من جهة أن الآثار الحقيقية والجرعات الأكثر خطورة لهذه المشروبات غير معروفة بالتحديد، لذلك فمن الصعب القول ما إذا كانت أي كمية من المواد المنشطة آمنة حقا تجاه الشباب أو المراهقين. فقد جرى الإبلاغ بالفعل عن النوبات وأمراض القلب والإصابات العضلية الهيكلية المرتبطة باستخدام مشروب الطاقة. المشكلة الأبرز في هذه المشروبات هي الكافيين، فالمكان الذي تحصل عليه منه لا يهم بالفعل، فسيظل الكافيين هو الكافيين بغض النظر عن مصدره. تقول جمعية المشروبات الأمريكية إن مشروبات الطاقة آمنة إذا كنت تشربها باعتدال، لكن دعنا لا ننسى أن هذه الجمعية هي مجموعة صناعية تمثل أصحاب مصانع المشروبات، وهؤلاء يهمهم البيع والربح في النهاية. يقول اختصاصي أمراض القلب أنه إذا كنت تدرس للامتحان واضطررت إلى مراجعة كل المنهج الذي درسته طوال السنة في بضعة أيام، فربما يكون من الجيد تناول مشروبات الطاقة. لكن معظم المعجبين بمشروب الطاقة لا يقومون باستخدامه في أوقات الحاجة، إذ لا يستطيعون التوقف عن تناولها بانتظام عندما يحسون بهذا الشعور الرائع من التركيز والانتباه. المشكلة الرئيسية هي أن معظم مشروبات الطاقة تحتوي على كمية من الكافيين أكبر بكثير من فنجان القهوة العادي، إذ تحتوي علبة 250 مللترا من مشروب ريد بول للطاقة على حوالي 200 مللغرام من الكافيين، في حين أن بعض العلامات التجارية الأخرى لمشروبات الطاقة يمكن أن تحتوي على أكثر من 350 ملغرام لكل علبة. الكافيين جيد بكميات صغيرة إلى معتدلة، لأنه يمكن أن يعزز مزاجك ويساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة والانتباه والتركيز اللازمين لأداء مهامك اليومية وأعمالك على الوجه الأمثل.
لكن تناول الكافيين بكميات كبيرة يؤدي إلى انخفاض في قدرة الأوعية الدموية على التمدد، وهو ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم لديك. إذا كانت الأوعية الدموية مقيدة وغير قادرة على التمدد ولم يتمكن الدم من المرور خلالها بصورة مناسبة، يمكن أن يسبب ذلك نوبات قلبية ونوبات دماغية، تعرف أيضا باسم السكتات الدماغية، وتلف الأعضاء الحيوية الأخرى. ووجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة رابطة القلب الأمريكية أن مشروبات الطاقة تؤثر أيضا على النمط الكهربائي للقلب، وهو الأمر الذي قد يكون خطيرا أو حتى قاتلا. ربما تظن أن الحل الآمن بالنسبة لك هو الالتزام بنوع معين من مشروبات الطاقة التي يحتوي على كمية مساوية لتلك الموجودة في القهوة مثلا، لكن للأسف الأمر ليس بالسهولة التي تعتقدها. ففي حين أن كمية الكافيين داخل مشروبات الطاقة هي مصدر قلق كبير، يمكن أن يقتلك الكافيين إذا تناولته بكميات كبيرة في فترة قصيرة. إلا أن الخبراء عندهم مشكلة مع المكونات الأخرى أيضا. السكر أحد هذه المكونات التي تثير الكثير من القلق. أنت قد تضيف ملعقة أو ملعقتين إلى فنجان قهوة في المتوسط، لكن غالبا ما تحتوي مشروبات الطاقة على 7 إلى 14 ملعقة صغيرة من السكر. رغم أن العديد من العلامات التجارية تقدم نسخة خالية من السكر، الحصول على هذه الكمية الهائلة من السكر من المشروبات المحلات بشكل منتظم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السكري والسمنة وأمراض القلب. تحتوي مشروبات الطاقة أيضا على مكونات إضافية تصنف على أنها مكملات غذائية. مشروبات الطاقة هي ثاني أكثر المكملات الغذائية شعبية بعد الفيتامينات المتعددة التي يستخدمها المراهقون والشباب، ومع ذلك فإن هذه المكونات مثل الجوارانا والتوارين والجينسينج ليست من هذا النوع من المكملات التي يجب أن يتناولها هؤلاء الذين يتناولون مشروبات الطاقة في المعتاد. ونقصد هنا الشباب والمراهقين. الجينسينج على سبيل المثال مادة لها خصائص مضادة للأكسدة، وهو يبدو أمر جيد، ولكن إذا كنت ترغب في تحسين ذاكرتك فمن الأفضل لك تناول التوت الأزرق أو ممارسة ألعاب تنشيط الدماغ. هناك آثار جانبية متعددة للجينسينج، هما ارتفاع واضح في ضغط الدم. عليك أن تضع في اعتبارك أنه عندما يتعلق الأمر بالمكملات العشبية فإن المكونات الموجودة بها ليست منظمة بشكل كبير، وتعد الجوارانا مصدرا طبيعيا للكافيين، لكن لا يتم الكشف عنه في ملصق مكونات التغذية على عبوات مشروبات الطاقة. هذا يعني أنك قد تحصل على المزيد من الكافيين أكثر بكثير مما تتخيل. إدارة الدواء والغذاء الأمريكية الـ FDA لم تدرس كل منتج من المنتجات الداخلة في مشروبات الطاقة، لذا فإن الكثير من الأدلة تتعلق بالملاحظات والروايات المنقولة، لكن عندما تخلط بين الكافيين والسكر والجينسينج والجوارانا والتوارين وما إلى ذلك، فإن هذه المكونات معا تزيد بالتأكيد من احتمال حدوث ضرر جسدي ما. وسواء كانت الكميات المفرطة من الكافيين أو التأثير المشترك للكافيين والمكونات الشائعة الأخرى هو السبب، فمن الواضح أن مشروبات الطاقة تلحق الضرر ببعض المستخدمين، وتراوحت ردود الفعل المسجلة من هذه المنتجات من الصداع والعصبية إلى مشاكل في القلب ونوبات صرع. وقد تضاعفت زيارات غرف الطوارئ المتعلقة باستخدام مشروب الطاقة بين عامي 2007 و2011 في الولايات المتحدة. الأطفال والمراهقون معرضون بشكل خاص للخطر من وراء هذه المشروبات، ومع ذلك تواصل الشركات المصنعة نشر إعلاناتها على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية بطريقة تحاول من خلالها تلبية احتياجات الأطفال والمراهقين، كما أنها تنشر الإعلانات في الألعاب الرياضية وغيرها من الأحداث التي تحظى بشعبية بين الشباب. ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الكافيين له آثار سلبية على الجسم في مرحلة النمو. من الرأس إلى القدمين يمكن أن تؤثر كمية الكافيين الموجودة في مشروبات الطاقة على مخ الطفل والقلب والعضلات ونمو العظام،
وقد ربطت الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة والسويد بين استهلاك مشروب الطاقة وتآكل الأسنان عند الأطفال، ربما بفضل المحتوى العالي من السكر. وفي النهاية ربما عليك أن تعرف القاعدة المهمة التي يرددها الأطباء: الطاقة تكون جيدة عندما تأتي من مصادر طاقة أساسية طبيعية مثل الكربوهيدرات الموجودة في الفواكه والخضروات.